كيفية إلغاء تفعيل الـ NFC على هاتفك، هاتف سامسونج أندرويد؟ تقوم أولا بالتعب والضغط على زر الضبط أو الإعدادات، تقوم بالدخول إليه بهذه الطريقة. بعد ذلك سوف تقوم بالبحث أو تضغط على أول خانة وهي خانة الاتصال. سوف تجد خانة ثالثة اسمها NFC وعملية الدفع بدون الاتصال مفعلة. أنت تريد تفعيلها إلغاء تفعيلها عفوا، سوف تقوم بالدخول إليها وتقوم بالضغط عليها في هذا المكان. هكذا وها قد تمت العملية بكل نجاح وسهولة وسرعة يا أحبائي. ونصل لنهاية هذا الفيديو. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا وقد فاتك قليلا أو كثيرا، لا تنسى دعمنا بوضع زر لايك وتشترك بقناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.